اول حاجه سعيد جدا بالدعوه الكريمه من النقابه عشان ادي محاضره النهارده، سعيد بوجودي ما بين اساتذتي وزمايلي. انا حسن مرتضى ليكتشر اسيستنت فارس يونيفرستي وهيد اوف فيزيوثيرابي يونت في اليكس نيسن. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن categorization للبيشنت with rotator cuff pathology in our clinical practice. هنبدا ازاي؟ لما اجي اقسم البيشنت بتاع اللي عندهم شولدر بين، مش هقسمهم بقى سب اكومن انفنجمنت وانترنال انفنجمنت، لا مش هقسمهم انترنسك فاكتور واكسترنسك فاكتور. امال هقسمهم ازاي؟ لا انا بتكلم عن ازاي اقسم البيشنت دي ان اور كلينيكال براكتس، ازاي المريض ده لما يجي لي ابقى عارف الراجل ده هشتغل له على ايه؟ هل هشتغل له مانيوال ثيرابي اكتر؟ هل هشتغل له سترينسنينج؟ هشتغل له بروبيسبشن؟ هو ده التقسيم اللي عايز اتكلم عنه النهارده. عندنا دايما نقول احنا بنتخرج من الكليه معانا باج اوف تولز، فيها تولز كتير جدا، في حاجات كتير جدا ممكن اشتغل عليها. لو انا بقى الراجل عندي ضمير وعايز اعمل كل حاجه، لا استحاله السيشن هتكفي. وبرضه لو انا ما عنديش ضمير وعملت بقى ايه فيكسد بروتوكول بقى، انا خلاص الراجل بقى كتير في السوق وهم سبع ثمان تمرينات هم بيجيبوا معايا نتيجه، فخلاص حمس بروتوكول ثابت لكل الحالات، برضه مش ده اللي هيجيب النتيجه. كان في ستادي ببلش 2023 specific versus general exercises in treatment of patients with subacromion impingement. هل لو ثبتت بروتوكول ثابت في شويه حاجات سكالرز كانيزس شويه حاجات بروتوكول كاف، هل لو ثبتت بروتوكول ثابت هيجيب نتائج مع البيشنت ولا لا؟ لا طبعا. الكونكلوجن بتاعتنا ان الادلت اللي عندهم سب اكومن انفنجمنت السبيسيفيك اكسرسايزز هاف ا لارجر فرق كبير خالص زي الجنرال اكسرسايزز، ولذلك وي هاف لازم يكون عندنا اوبتيمال عشان اوصل للاوبتيمال ريهابيتيشن بروتوكول، لازم يكون عندي ادريسنج اول فاكتورز، لازم ابص على كل حاجه. طيب ماشي. ساينتفك بيز اور تايم كونسيومينج، انا هبص على كل حاجه، ابص على السيرفايكال، ابص على الدورسال و و و و، هضيع وقت الجلسه. ولازم نشتغل ساينتفك بيز، لازم نشتغل. النهارده احنا جايين نتكلم عن ايه؟ النهارده جايين نتكلم على كل حاجه من الموداليتيز اللي عندنا الايفيدنس بتاعها ايه؟ هاو تو نو وات از ذا ريسنت ايفيدنس. كل حاجه تقريبا 90% من الستارتس اللي هجيبها النهارده 2023 اقدم حاجه 2021 تقريبا يعني. معلش حته بقى مهمه جدا، حته مهمه جدا، patient motivation during exercises. قبل ما ابدا اتكلم انا هعمله ايه اساسا؟ ان انا ابقى عامل motivation للبيشنت بتاعي وان هو بيعمل التمرين اعمل له motivation اقول له ارفع، لا جميل اديله فيدباك عن الرفعه بتاعته، لا خلي بالك، لا انت عملت شويه شراجنج، لازم يكون في بينك وبين القوارير فيدباك، لازم كل شويه تقول له انت بتعمل ايه؟ يعني قصه بتضايقنا جدا جدا. ان انا ادي البيشنت تاسك معين 10 عقود هرجع لك واروح للبيشنت ستار اللي جبتها، لا 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 لا، كلام غير مقبول للمرضى، ولا حتى ابقى واقف قصاده وفي عدة ما شفتهاش وتش عليه فيه الباك. طب الكلام ده ليه ايفيدنس ولا لا؟ ليه ايفيدنس؟ 2023 برضه سكابلك فوكس اكسرسايزز ويز اور ويزاوت اي فيدباك، قلت له اعمل لي شويه ريتراكشن بالسيراميد ولا ستاتيك ريتراكشن، مجموعه هديها باي فيدباك، مجموعه مش هديها فيدباك على اللي هي بتعمله. هل ده هيفرق؟ مش هقول لك هيفرق يعمل سترينس ولا لا، ده هل هيفرق في الكورتيكو سباين اكزايتابيلتي ولا لا؟ في المرضى برضه اللي عندهم شولدر انفنجمنت قسمنا دول جروبس، مجموعه كانت بتعمل سكابلر اورينتيشن جروب بيبقى انستراكت هيم كونشسلي بيبقى مركز كل حاجه اثناء السكابلر ومسل اكسرسايزز، والمجموعه الثانيه كانت بتعملها نفس السترينس اكسرسايز من غير اي فيدباك. باي فيدباك يا دكتور حسن، انا عايز جهاز اي ام جي باي فيدباك بكام دلوقتي؟ مليون؟ لا 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 خالص خالص، مش انا مش بتكلم على باي فيدباك، هو طبعا احنا بنتكلم باي فيدباك بالاي ام جي ستايلز، بس مش هو ده الجول بتاعي، انا بتكلم على باي فيدباك ان شاء الله رب اورا، ان شاء الله موتيفيشن، ان شاء الله انتك تايم باي فيدباك فيجوال اوديتري، حاجات كتير جدا في الباي فيدباك. طبعا احنا كنا بنعرف احنا بنقيس ايه؟ بنقيس الكورتيك سباين اكزايتابيلتي عن طريق ترانسكرينيال ماجنتيك ريزونانس. حلو كده؟ كانت النتيجه بتاعت الاستاذ دي بتقول ايه؟ بتقول بوست سكابلر فوكس تريننج ويز اور ويزاوت باي فيدباك الاثنين اوي، طب انا عارف التاني هيقوي طبعا،
ولكن كان في باك، كان في الجروب بتاع البايفيت باك كان اللي استخدموا بايفيت باك استخدموا اكسترنال كيوب، كان طبعا في فيرجر انكريس في الاكتيفيشن سيكوندري ارجمنت. ماشي نخش بقى في الموضوع بتاعنا بقى. بص ده اللي احنا فيها 7 8 9 حاجات، هو دي كلاسيفيكيشن او كاتيجوريزيشن اللي جاي اتكلم عنها النهارده. البين رينج اوف موشن، السكابلر او المسل تايتنس، الكبسول تايتنس، الجوينت في مشكله ولا لا، السيرفايكال، الثوراسيك، كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله. ماشي قبل ما نبدا برضه احنا هنتكلم عنه النهارده في 3 4 حاجات كده، يعني مش عايزين نخش في التوب بتاعتنا واحنا عارفين الحاجات دي ممنوعه. لا ما تعملهاش. اولا اوفر هيد اكتيفيتيز، معظم الاكسرسايز اللي فيها اوفر هيد اكتيفيتيز او اثناء الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج تجنبها. سبر كومنس بليز، اي حاجه بعد الريفيجن سن درجه يبقى صغير. اثنين بور او رونج هوم وورك ايرجونومكس، الراجل ده شغال اوفيس وورك طول النهار قاعد كايفوتك اتشقلب في الجلسه والراجل ده لسه عنده وورك ايرجونومكس غلط، مش هيتحسن، لازم تشتغل برضه على الورك ايرجونومكس بتاعته. اي اكسرسايز بيأجريفيت البين، دكتور حسن قال التمرين الفلاني ده هاي ايفيدنس. لا اي اكسرسايز هيأجريفيت البين ما تعملوش. لا يا عم بس اول 10 عدات طبيعي جدا، بعد اول 10 عدات يوجعك، بعد كده مش هيوجعك. لا 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 لا، حاجه فيها اكسرسايز تأجريفيت البين احنا يعني بقى كل عضله ليها من اقل اكسرسايز تأجريفيتها لاصعب واحد انزل ستيب داون. اكسرسايز فيها انترنال روتيشن رينج اوف موشن، اثناء الانترنال روتيشن انت بتقرب جيتر تركوستي من الاكروميون فبتعمل مور انتنشنز، فمش عايزين حاجه فيها انترنال روتيشن رينج اوف موشن. اخر حاجه اي اكسرسايز برونج باتري، البي ده تمرين للمريض بتاعه والراجل عمال يعمل سبستيوشن ويو ار سترينزنج ذا برونج انجرامينج. طبعا لازم نكسكلود الريد فلاجز عشان نتكلم عنها. اول حاجه هنتكلم عنها البين والانفلاميشن، ايه هي الموداليتيز اللي بتقلل البين انفلاميشن او الايفيدنس اخر سنه 2023 على الاقل اتكلم عن ايه منها؟ تنس انترفنشن، اعمل ولا ما اعملش؟ هنشوف. طب اعمل تنس ولا اعمل انترفنشن؟ استادي ببلش 2023 كانت بتقارن ما بين التنس والانترفنشن، لقيت ان الاثنين بيجيبوا نتائج كويسه من حيث ان هي بتقلل البين، ان هي بتحس ان هي بتحسن الريلف موشن، ان هي بتحسن الفانكشن الاسيد بالكوتشنير. طب في واحد احسن من الثاني؟ لا ما لقيتش واحد احسن من الثاني، مفيش significant difference between both of them. ماشي التراسونيك، اعمل التراسونيك ولا لا؟ يا دكتور حسن ده بقى لنا 10 سنين بتقول الايفيدنس والايفيدنس. طب ليه زنقين نفسك في الالتراسونيك؟ ماله الفونوفوريزيس 2023 بيتكلم على الافكت بتاع الفونوفوريزيس في الناس اللي عندها سب اكروميون كونفنشن سندروم بالسد ولا كونتينيوس. الاثنين عملوا significant improvement في البين، الاكتيفيتي، الفانكشن، الكواليتي اوف لايف، بالس او كونتينيوس الفونوفوريزيس. الارتكل ده اللي مش فاهمه شوك ويف اكسترا فايبر شوك ويف ستادي 2023 بتعمل ديفرنشيشن بين ثلاث جروبس، او الجروب عامل لوكال كورتيكوستيرويد انجكشن مع فيزيوثيرابي، كان مده الستادي دي تقريبا 5 او 6 ويكس، او عمل كونفشنال فيزيوثيرابي بس، او عمل فيزيوثيرابي مع اكسترا شوك ويف، وكان السيريوريتي عندنا في جروب سي اللي هو عمل كونفشنال فيزيوثيرابي مع اكسترا شوك ويف. ماشي ممكن انا كحسن الخمسه سلايدز دول ما بحبهمش طالبين نقول لا 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 اي حد اعمل اي حاجه مش وقت نقول له بس نسيت الايفيدنس. خلينا نقول لك كلام مهم، المانيوال ثيرابي ايه اللي ليه ايفيدنس المانيوال ثيرابي عندنا في حالات سبب مانجمنت وايه اللي ملهوش ايفيدنس؟ انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم على حاجتين من المانيوال ثيرابي، الكابسولار ستريتش والريس بتاع الترايس ماينر والليفيتور. خلينا اول حاجه نتكلم عن ارتكل بابلش برضه 2023 تقريبا، جينيور 2023، از every anterior shoulder pain. كل ما مريض يقول لك انا عندي وجع هنا هيبقى ليه علاقه بسبب كومي مانجمنت ولا لا؟ هل التريجر بوينتس مانجمنت ممكن تفرق معايا لما اعمل ريليز التريجر بوينتس بتاعتي؟ طب انت بتتكلم على انهي تريجر بوينتس؟ لا الاستادي دي كانت بتتكلم على ثلاث عضلات، بتتكلم على تريجر بوينت موجوده في البروكوبيكياليس البايسيس بروكوبيكياليس والبكتيريس ماينور. بص بقى التريجر بوينتس مات دي احنا كلنا عارفينها. كوكوبيكياليس التريجر بوينت مات بتاعتها تسمى انتيريور شولدر، بايسيس بروكوبيكياليس انتيريور شولدر، بكتيريس ماينور بتسمى انتيريور شولدر. طب ايه بقى الكونكلوجن بتاعت الاستادي دي؟ قال لك المايفيشال تريجر بوينت may be a primary source of anterior shoulder pain. Or secondary to the underlying disease.
ولذلك المفيش تشيك بوينت بتاع التلات عضلات دول should be considered in the differential diagnosis of anterior shoulder pain. ماشي. طبعا posterior capsule stretch. ودلوقتي الكلام مش بيتكلم عن posterior capsule stretch، بنتكلم على الidentification بتاع posterior capsule stretch. هل ليه لازمه في الناس اللي عندها سبرابيكال امبيرنس ولا لا؟ ليفل 1 ايفيدنس 2020. السرعة طبعا احنا كنا عارفين السليبر ستريتش، بس ده الموديفيكيشن بتاعه اذا كان باي سيرفيس او اذا كان سيلف. الكونكلوجن بتاعت ميلر ده هي ان الموديفايد ستيريو كابسول ستريتش ان اديشن تو ذا تريتمنت بروجرام وسبيريور تو ذا تريتمنت بروجرام الون. ماشي، نخش على تاني حاجه في المانيوال ثيرابي، رينج اوف موشن. رينج اوف موشن هنتكلم على رينج اوف موشن بتاع مين ولا مين ولا مين؟ لا كتير. كينو هيمرا جوينت، AC joint، cervical spine، والثراسك سباين. هنتكلم عن الايفيدنس برضه قال ايه في الحاجات دي. عمل guided exercises، عمل شويه exercises كده specific مش general، with or without joint mobilization. ها والله هم جابوا نتيجه، بس كان شورت تيرم افكت ان هي تقلل البين. يبقى الموبيلايزيشن بتاع الجوينت هات سبب كومن انفنجمنت جاب نتيجه بس شورت تيرم افكت. ماشي؟ يو شود ادريس ايفري ثينج. بيشنت عنده مشكله في ثراسك سباين وكيفوتك، او لا مش كيفوتك، عنده جود بوستشر بس عنده بلوست دورسال موبيلتي، اشار عليها ولا لا في مواعيد انفنجمنت، ولا طبعا مش جايبه سيمتومز ولا سمعش بتوستر ما اشتغلش عليها. افكت اوف ثراسك موبيلايزيشن اند اكستنشن دورسال اكستنشن اكسرسايزز يعني في الثراسك الاينمنت والشولدر فانكشن. الكونكلوجن بتاعتنا كانت الكومبانيشن بتاعت الثراسك موبيلايزيشن اكستنشن اكسرسايزز مع الريهابيتيشن بروتوكول بتاعي في بروميزنج افكت. ده بقى جد الجد. كل اللي فات ده برضه ايه؟ رغم المانيوال مهم بس ده جد الجد بقى. السترينثنج اكسرسايزز هما ثلاث علات عيله ممنوع ان انا اتكلم عنها. انا ممنوع ان اتكلم عن العيله بتاعت الدلتويد، عشان بيعمل سترينسنج دلتويد في حالات ال ال بروتوكول انجري اتس نوت اون تو ويك، مش هتكلم عنها خالص النهارده. ايه ناقص عيلتين؟ العيله بتاعت سكابلر ماسل سترينسنج والعيله بتاعت البروتوكول اتس نوت سيمبل. ليه بقى؟ عندنا هنتكلم ازاي نسترينس البروتوكول، بس قبل ما نسترينس البروتوكول احنا عندنا حاجه مهمه جدا، ودي اللي انا يعني وانا بتكلم عن الموتيفيشن كانت مضايقاني، الموفمنت انجرامينج. الراجل ده اساسا عنده سيفيلك ميجريشن بتاع الهندس بتاع النيوروس، وانا عايز اشغل له بتدر الكف اللي بقى لها فتره انفليمد، اذا كان لونج تايم او شورت تايم، فهو الانجرامينج بتاع الموفمنت بتاعه مش احسن حاجه. فده يتكلموا على قبل ما ندخل في ان انا هسترينس بتدر الكف. قبل ما نتكلم على ارتكل ازاي سترينس ريتور كاف دلوقتي، قبل الكلام ده كله بدأوا يتكلموا عن ايه بقى؟ حاجه اسمها سنتراليزيشن اوف ذا جلينو هيومرال جوينت. اتس ان اكسرسايز وبيستخدم عشان تاكتيفيت الروتيتور كاف ماسل. يعني ايه سنتراليزيشن؟ اول نشرح الاكسرسايز ده سريعا. هو عباره عن ان انا اعلم هو المريض ده عنده سكيلت ميجريشن او عنده الهيد اوف هيومرس انترنالي روتيتد او في بايوميكانيكال كوز مش هنتكلم عنها دلوقتي خالص. فانا الراجل ده اساسا الجرامنج بتاع ان هو حاسس ان الهيومن هيد في مكانها ولا لا مش موجود. فابدا الاول اعلمه اقول له نزل لي كتفك تحت خصر انفيريو خالص الجلينويد، باجي اطلعها لي سوبيريو واعلمه ايه هو النيوترال بتاعه. يبقى انا اعلمه ايه النيوترال الاول، اول انتيريو وبوستيريو وارجع تاني. الاكسرسايز ده اسمه سنتراليزيشن اوف ذا جلين هيومرال. اول حاجه بعمله بازل بايدي واعلمه له، بعد كده بخليه يعملوا لوحده. هنشوف الايفيدنس بتاعه ايه. تاني اكسرسايز تاني اكسرسايز ده دايناميك هيومرال سنترينج. دايناميك هيومرال سنترينج ده برضه هو برضه عايز يعالج نقطة السفاليك ميجريشن ده هي، بس عن طريق طريقة تانية ان هو شغل الكتيرس ميجر مع الليتسمس. الرسايل احنا مذاكرين بايو ميكانكس كويس، عارفين الكتيرس ميجر مع الليتسمس بيعملوا ديبريشن الهيد اوف هيومرس، فانا اخليه هو في البوزيشن ده يعمل انفيريو جلايد اكسرسايز. ده اساسا يعتبر من الاكسرسايز اللي تعتبر كلوز كينيماتيك تشين للور تربيزيس، وبرضه بيعمل سنترنج للهيد اوف هيومرس. ده ارتكل بيقارن ما بين الاثنين دول. انا قبل ما اقول الارتكل قال ايه، بصوا جمال ورم اب كولينج داون. الاول انا شويه ستريتش
وسع الدنيا لنفسك، فك الدنيا الاول وورمنج اب، وبعد كده اعمل الاكسرسايز بتاعك، وبعد كده اعمل كولينج داون. هو بيقارن ما بين التو تايبس اوف اكسرسايز اللي احنا قلنا عليهم. الكونكلوجن كان الافضل السنتراليزيشن اوف ذاكين وهيومرال جوينت، اذا الاكسرسايز ذات بيحسن، مش بيقول بيسترينث، هو كمان سنه حاول بيسترينث، بس هو بيحسن الكنترول بتاع المصل الاول. هو ده اللي انا عايزه، يبقى في كنترول على العضله قبل ما اعملها سترينثنج. انهانس ايزومتريك كونتراكشن كاباسيتي اوف ذا روتاتور كاف مسل افكتفلي، بعد كده هقول هيسترينث المسلز. كل الاثنين كانوا كويسين بس ده كان افضل. سكابلر ستابلزيشن اكسرسايزز مش هخش في ده ليميت بقى ازاي سكابلر سكنيزس اعالجه، بس هتكلم عن نقطه صغيره خالص في الصوره دي، ان انا برضه لازم اعين من البيشنت شكل السكابلر فين مكانها. اقول له اعمل كومبليت ريتراكشن، بعد كده كومبليت ريتراكشن ويرجع نيوترال. لازم يبقى عنده اويرنس، كوجنيتيف اويرنس للسكابلر قبل ما اعلمه الاكسرسايز بتاعت السكابلر ستابلزيشن، مش هنتكلم عنها. Rotator cuff strengthening exercises, article can publish a systematic review that is the EMG studies. هنقول كده خمسة example بسرعة كده. هو بيقيس الماكسيمم فولانتي ايزومتري كونتراكشن. أبسط حاجة من جون اكستنشن للنيوترال ده 6% ماكسيمم فولانتي ايزومتري كونتراكشن. عايز أعلي شوية سوباين اسيستد ولين سوباين اسيستد اكسلريشن. ده 27% من الماكسيمم فولانتري كونتراكشن. بعد كده ستاندنج اكسترنال روتيشن 30%. لو انا عايز اصعب خالص ممكن اوصل للبون من 90 درجه اكسترنال روتيشن، ده 74%، ده اصعب واحد فيهم. سيرفيكال ستابيليزيشن اكسرسايز كلام مهم جدا، هم ده الحاجات اللي لازم نشتغل عليهم. الديب نيك فليكسرز اللور او هو سيرفيكال ستابيليزيشن اكسرسايز هم عدتين عضلات، الديب نيك فليكسرز والسوبرفيشي واللور سيرفيكال اكسترنسرز. بس الاول يبقى عندي سيرفيكال موبيليتي، مش هنتكلم عن دي. اخر حاجه بروجستيرال تريننج، والايفيدنس بتقول ان هو اي مكان عنده مشكله في الشولدر هيبقى عنده مشكله في البروجستيرال. بعد اذنك اشتغل بروجستيرال تريننج. الاكزامبلز زي البول رولينج اون وول، زي جوينج فيجرز، بالانس اون جوز بول، شولدر تيل اكسرسايز كتير ما نقولها. هختم بحديث والله انا حاطه قصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. أرجوك أنت كلفت أنت مع مريض هتشتغل معاه، فاشتغل التمرين على أكمل وجه، مش أنا هقول له يعمل كويت ست وخلاص ما تحس بضهره وخلاص. جزاكم الله خير.